عسلامة ومرحبا بكم معنا في شبابك الجنة. اليوم إن شاء الله مش نعملو حلو لوز مشكل برشا أنواع نزينو به طاولتنا متاع نهار العيد. مش نعملو كعب القرطاج، أما مش نعملو ريفيزيتي وكعبات حلو أخرين برشا أنواع تشوفوهم. لكن قبل ما نشوفو الطريقة والمكونات، ما تنساوش تعملو اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل فيديو نعملو جديد. وطويلة نبدأ. اول خطوه نبداو بسم الله. توا باش نعملو كعبر اللوز اللي يسميوهم كعبر قرطاش. اخذت 200 غرام لوز ارطب، حطيت عليهم 50 غرام سكر محور. نغربلوه السكر على خاطر يبدا فيه الكعبر. نخلطو النواشف مع بعضهم، حطيت عليهم شوية قشور برتقال مجفف. ومش نخلط بماء الورد، نجموا ماء الورد ولا العطرشية ولا كما تحبوا. العطرشية حتى هي تفوح برشا. نحطه بشوية ونشوفه، ما نصبوش برشا على خطر اللوز ما يستحقش برشا راهو ماء. تو بعد ما كملت خلطتها مش نوزنها باش نشوفها قديش، وباش نقسمها على ثلاثة خاطر باش نعملو ثلاثة ألوان. يلزمهم يجيو قد قد باش يجيونا متعادلين. به توا خذيت عندي ملون احمر جيل وحطيت على الكره الاولى. ونحاول نمزج اللون في وسط اللوز. توا خذيت ملون اخضر، ملون جيل زاده، ندخلك اللون الاخضر في وسط عجينة اللوز. والكرة الثالثة خليتها بيضاء. تو نحاول نحلك الكرات متاع اللوز، نحلوهم بودان طويل تقريبا الغلظة متاعهم قد الصبع، ونحاول نعملوهم قد قد. نثبت لهم فرطول وبعد نلصقهم في بعض. تو باش نبدا نقص الكعابر باش يجوني قد قد. قصيت طرف وشفتها جاتني 16 غرام، مش نعتمدها هي ونبدا نقيس بها، نقيس بها ونقص. اهو 16 غرام جاوني قد قد كلهم 16 غرام. 16 غرام باهية حجمها، ماهيش كبيرة وماهيش صغيرة. ونبدا نكعبر توا، نلمهم كما تشوفوا هكا، نلمهم هكا من الفوق ومن اللوطة. نحاول نكعبرهم. نسيسوا عليهم كي نبداو نكعبروا فيهم باش الالوان ما يدخلوش في بعضهم. كما تشوفوني نعاون بصوابعي باش ما يتخلبصوش الالوان في وسط بعضها. حضرت لنا شويه سكر عادي، سكر احرش، نربيها في وسطك السكر هذيك باش تتغلف بالسكر ونحطها في وسط الكاسات.
لنا حبيت نوريكم أستيوس إذا كان اللوز ساعات كيف يشرب وإلا يشيح شوية يولي ما عادش يحب يهز السكر. شنو نعملو؟ نكعبروها الكعبورة وندهنو يدنا بالماء الورد، ندهنو شوية، نحطو شوية في الماء ورد شوية بركة باش تتبل شوية، وكيف نرميوها في السكر تهز السكر وتتغلف بالباهي، ما يتيحش معناها خاطرك تبدا شايحة ما تهزش السكر. تو باش نعملو كعبر اللوز اللي بشحور سبيسيال. خذيت 250 غرام لوز أرطب وحطيت عليهم شوية قشور برتقال ونبدأ نصب في الشحور سبيسيال ونخلط ونشوف. بالنسبة للشحور سبيسيال اسبق وخدمناه في القناة، أتو نحط لكم رابط فيديو شحور سبيسيال في صندوق الوصف. لانها بعد ما شفتها تلمت ناخذ كيس غذائي ونحطها تشربك الشحور متاعها وترتاح شوية، ونغلفوها ما نخليوهاش عريانة ما كانش راهو يشيح. توا بعد ما ارتاحت العجينة باش نبدأ نوزن، نحطو ونفرشو مشمع راهو في الصحن اللي باش نحطو فيه، لازم نحطو بلاستيك ما كانش يلصق في الصحن. الكعبورات اللي باش نعملوهم 12 غرام توزن، كي تبدا الحلو في شكل كعبوره نوزنو 12 غرام، كي يبدا كعبه الحلو في شكل كعكه نوزنو 15 غرام. نعمل كميه من الكعابر وبعد نرشو. لنا بعد ما كملت تكعبير اللوز اخذت لنا عندي عجين اللوز اللي هو لوز ارطب وفوندون، سبق وريتكم ناخذوا شويه فوندون، مغرفه فوندون، ونبداو ونحطه في وسطها اللوز ونعجنوا وندخلوا في وسطها لوز ارطب على الاخر، لازم يكون ارطب ياسر فوندون ولوز ارطب ياسر، ونبداو ندخلوا فيه في بعضه حتى لين نتحصلوا على عجينه اللوز. خذيت شويه منك عجينه اللوز ولونتها بالاخضر، وباش ناخذ شويه من عجينه اللوز كيف كيف ومش لونها بالاحمر. لنا استعملت كان الاحمر والاخضر باش يبداو خارجين على بعضهم هما وكعاب القرطاج اللي عملناهم من اللول، يبدا صحيين مزيان وفي تناسق. لنا عندي شويه عجينه الفستق اللي هي فستق وشحور سبيسيال وشوية لوز أحمر، نعمله مثلا 70 غرام فستق معها 30 غرام لوز أحمر ونخلطوهم مع الشحور سبيسيال، نتحصلوا على عجينة الفستق. حليتها كما تشوفوا رهيفة، يلزم ديما فوق بلاستيكة، راهو نحلوها على بلاستيك ما نحلوش فوق رخامة طول تلصقنا، ديما نفرشوا بلاستيكة حتى كي نبداو نزينوا ولا حاجة نحطوا بلاستيك. هذا الموديل اللول اللي باش نستعمله، خذيت كعبورة من كعابر اللوز ونطبع ورقة من عجينة الفستق بالطابعة كما تشوفوا، ونحطها فوق الكعبورة تلصق فيسع فيسع خاطر مازالت طرية ومبلولة تلصق. وهذه وردة شكلتها من عجينة اللوز الأبيض وعجينة اللوز الأحمر، باش نوريكم كيفاش نتحصلوا عليها الوردة. عندي القالب هذا متاع السيليكون، ناخذ شويه بيضه وشويه حمراء وندخلهم في وسط بعضهم هكا ونحطهم في وسط الورده الشكل اللي تحبوا عليه ولا الكبرى اللي تحبوا عليه. نحاول كي يبدا تجيني برشا عجينه نقص منها شويه، نضغط عليها توا تتشكل ورده وبعد نخرجها.
كان شفتوها تتلصق ولا حاجة تنجموا تغطسوه شوية في اللوز الأرطب باش ما تلصقلكمش. تنجموا تحطوا زوز ورقات وإلا ثلاثة ورقات بالنسبة للشكل هذاك كما تحبوا. اللي نتاو باش نعملوا طريقة أخرى موديل آخر، عجينة اللوز نحلها رهيفة شوية زيادة كما عجينة الفستق نحلوها رهيفة ومش نعملوا بها موديل آخر. ناخذ كعبورة ونضغط عليها شوية كما تشوفوا، نضغط عليها شوية مش برشا، وخذيت قالبة ذي الطابعة متاع الورقة ونحط كما تشوفوا هكا الورقة، نعوجها شوي تعطي منظر مزيان تظهر كأنها ورقة طبيعية. شوفوا كيفاش نعوجها شوية وبعد راهو كيف يشيح يقعد نفس الشكل. خذيت طابع الوردة ونبدأ نطبع ثلاثة وريدات نحطهم بعد الورقة. وناخذ شوية من العجينة اللوز الحمراء باش نحطها في وسط القلب متاع الوردة. تعطي منظر مزيان وبأقل تكاليف، راهو بالنسبة للحلول لوز هذايا راهو ما يسماش مكلف. شوية الفستق وبرا حتى تنجموا تستغناو عليه، وإلا تحطوا شوية بركة حتى 30 جرام فستق تزين لكم صحين ولا طبق باهي، معناتها احنا مش تستعملوا برشا خاطر دوب الورقات. ولكن ما تحبوش زيادة كان يسر عليكم الفستق تنجموا تستعملوا عجينة اللوز الخضراء هذيك هي اللي تشكلوا بها الأوراق. معناها حاولت نبسط ونعمل حاجة اللي مش مكلفة لا فيشي لا بندق لا فستق كعب لا مرشق لا حتى شي، هانو ساهل معناتها مش مكلف برشا. هذا موديل آخر نحطو فيه زوز ورقات. ونحطو ثلاثة وريدات بحذك الورقات. اي نعطيكم الباز وانتم تنجموا معناتها الافكار ذي وتشكيل الزينة تنجموا وحدكم تستنبطوا اي انواع واي اشكال. واحد ما يقعدش مربوط بشكل ولا يتبع في الناس ولا حاجة، ينجم يعمل حاجة خاصة به. اي طب مش نعملوا موديل اخر في شكل كعكة. خذيت الاداة هذية ونغلفها بالبابيي فيلم هذايا باش ما تلصقش، باش كيف ننقب بها ما تلصقش، كان ما نغلفوهاش راهي تلصق. الاداه هذه تلقاوها مع مجموعه اخرى من الادوات تتباع عند اللي يبيعوا لوازم حلويات، ماشي غاليه برشا يمكن 6000 ولا 7000. وكما تشوفوا ننقب الكعكه ومش لازم نغرقها للاخر. خذيت تابع ضايم متاع الفراشة وبش نحطه من فوق في وسط الكعكة. العجينة الفستق مازالت طرية شوية، اما كان كيف تشيح حتى تشد روحها راهو. وندخلوها في وسط النقبة ذيك باش تظهر كأني فراشة تطير. مش نعاودو كعيب اخرى، كما قلت لكم راهو يلزم القلم هذايا تغلفوه بالبلاستيك، ما كانش راهو ما ينقبلكمش ويلصق. خذيت فراشه هذه شايحه شويه، شوفوا كيفاش تبدا شايحه شويه تشد روحها بسهوله تامه. هذوما كعاب القرطاش عملناهم ريفيزيتي، طورناهم شوية وزدنا زيناهم. حليت عجينة الخضراء والحمراء والبيضة وحطيت فوق منهم ثلاثة وردات، عطاوهم منظر مزيان. هذوما كعبات الحلو متاعنا بعد ما كملنا زيناهم، لان حبيت نوصيكم راهو ما تخبيهمش ديريكت، حطوهم في طبق كما تشوفوا وخليوهم على الاقل 24 ساعه وهما مغطين بمنديله والبره.
إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو، إن شاء الله تعملوه وتنجحوا فيهم. كان أنا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليوا لي لايك وتخليوا لي كومنتير، وانتوبة كانكم أول مرة تتعداوا على قناتي ما تنساوش تعملوا اشتراك في القناة، وإن شاء الله عيدكم مبروك وإن شاء الله تعملوهم وانتم فرحانين. نتلقى إن شاء الله في فيديو قادم، إلى اللقاء.